انا عايز الاول ابدا معاك يا نجيب فيما هو سبق. ادائنا الرائع جدا قدام المغرب، ادائنا الرائع جدا اكيد قدام منتخب كوت ديفوار. ايه اللي حصل خلى المنتخب يؤدي بهذه الروعه في المباراتين؟ اللي حصل ان كارلوس كيروش بيعرف يجاوب على الاسئله اللي المنافسين بيطرحوها عليه. يعني لو انت فريق بتحضر من قلب الملعب، تعتمد على الجيم البول بوزيشن والاستحواذ وانك تتدرج بالكوره لغايه ما توصل للثلث الاخير او 18 المنافس، فانا كمنتخب مصر هقدر اجاوب، هعرف اقف كويس وهعرف اقفل لك الباس لينز او خطوط التمرير اللي ما بين اهم اللاعبين، لاعبي المحور اللي عندك انت بتخرج عليهم بتعتمد عليهم، وهعرف اعمل ده كويس واخليك ما تعرفش تخرج بطريقتك اللي انت بتريحك، فتضطر تعمل حاجه انت ما بتعرفش تعملها، ومش بالتالي مش هتكون مميز فيها، فبالتالي هيسهل عليا انا دفاعيا التعامل معاه. جاوب على شويه اسئله قدام كوت ديفوار، جاوب على اسئله تانية غيرها قدام المغرب، والحقيقه في المرتين نجح انه يجاوب على دي وعلى دي، بل بالعكس صعوبه المغرب كمان زادت انك نزلت مغلوب 1-0 صح باللي حصل في هدف مبكر، فخلاص انت هدي لك كل افكارك المفروض يعني. الراجل عنده شويه كريتيريا، عنده شويه معايير في اختيار لاعبي منتخب مصر اللي بيبقوا موجودين جوه ال11 وكذلك اللي بيكونوا بدلاء. على سبيل المثال انا هضرب مثال واحد علشان الناس ما تتهش مننا، يعني محمد النني، عمرو السوليه، وايمن اشرف. ليه ايمن اشرف؟ ليه مش مهند لاشين؟ ليه مش زيزو؟ ليه مش تريزيجيه؟ ليه مش عبد الله السعيد؟ ليه فكر في ايمن انه يعوض حمدي فتحي؟ في قاعده مهمه عند كارلوس كيروش في اختيار ثلاثي خط الوسط في منتخب مصر، الا وهي فيل ان جابس، يعني انت تعرف تقفل تفيل ان المسافات والمساحات الموجوده في خط دفاعك، يعني الثلاث لاعبي خط وسط يعرفوا يرجعوا. شفت ايمن اشرف ارتكب البينالتي منين؟ المسافه اللي بين فتوح مركز الباك ليفت، مركز المساك او الباك ليفت، المسافه ما بين الاثنين، المسافه اللي بين فتوح محمد عبد المنعم. عمرو السوليه نص الشوط، الشوط الاضافي كله، الشوط الاضافي كله وجزء بسيط من الشوط الثاني لعبه في المسافه ما بين محمود علاء وعمر كمال عبد الواحد. محمد النني او حمدي فتحي لما كان موجود لما بيقتضي الامر بينزل في المسافه ما بين السنتر باكين، بيقف معاهم في خط واحد، الثلاثه بيعرفوا يملوا الفراغات اللي بتنشا في خط دفاعك نتيجه ان المنافس بيوسع عليك الملعب بطرفين لعيبه كره كويسين قوي جناحين، فلازم فتوح يطلع يقابل او لازم عمر كمال يطلع يقابل، فاللي بيحصل ان الخط بيستريتش، الخط بيتمدد زياده عن اللزوم، التشانلز بين الاربعه بتوسع جدا، فلازم يكون في زيزو ما بيعرفش يعمل دي، تريزيجيه ما بيعرفش يعمل دي، عبد الله ما بيعرفش يعمل دي، دول قيمتهم اكبر بالكوره. بس احنا مع كروش منتخب متحفظ، منتخب بيلعب تحت الكوره اغلب الوقت، اوقات بسيطه بنحاول نطور الهجمه ونعمل ده، لما بقى اتزنقنا في مباراه المغرب اضطرينا نعمل ده، والحقيقه عملناه برضو بكفاءه في تبديله نزول تريزيجيه. نزول تريزيجيه وتحركه الطولي اللي كان بيتقاطع مع التحرك العرضي لعمر مرموش، الاثنين مع بعض ثبت خط وسط المغرب او ثبت الباك رايت، المساك اليمين، المحور اليمين اللي هو كان ايمن برقوق في المباراه دي، وكمان سفيان مرابط الهاف مع عين من المساك اليمين اللي هو رومان غانم سايس. كل ده عمل ايه؟ خلانا نزيد لاعب في وسط الملعب، كل ده خلى فريق المغرب يتقهقر ويتراجع لورا، بقينا نشوف ايمن اشرف المساك وقتها بعد خروج حجازي بيلعب في نص ملعب المغرب. لما ده حصل احنا زدنا لاعب، بقينا طول الوقت زايدين لاعب، قدرنا نستحوذ على كل، نسيطر اكتر على خط الوسط، نمسك كره اكتر، الكره اللي خارجه من دفاع المغرب بتاعتنا ككره تانية، كل ده انت بتختار العناصر وبتقدر تدفع في وقت مناسب. تحيه كبيره لكارلوس كيروش، دي الطريقه يعني باختصار شديد حاولت اقول لك الطريقه اللي احنا قدرنا نجاوب بيها على الاسئله المختلفه اللي اتطرحت علينا في المباراتين اللي فاتوا. انا شايل لك سؤال هساله لك بعد شويه، يلا هقوله لك دلوقتي عشان تفكر فيه قبل ما اروح لكريم. ماشي. محمد النني، ماشي، شفت السؤال سهل ازاي؟ محمد النني